سو سبسكرايب. سو جوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم يا أحلى أخوان؟ أخوان خالد عساكم بخير. هذا الفلوق مو حق ضعفاء القلوب، فلا تحملوني ذنبكم. 1 2 3 ليش الدشداشة هذي؟ اللي ما شاف شكلي بدشداشة بتروع قال اليوم شرف انه خليه يشوفني بدشداشة بتروع قال، بس لا حد يضحك ولا حد يعلق. واذا عجبكم شكلي وتبون نسوي بعض الفلوقات بدشداشة بتروع قال ليش لا، بالعكس. ابي اعرف منو من اخوان خالد مدمن حلويات؟ انا عن نفسي مدمن حلويات، ولكن يقولون عني اهلي ان انا عندي اصرار قوي وعندي عزيمة على الاشياء اللي مثلا ابي اتركها وبوخر عنها او اي شيء، يعني اي شيء بوخر عنه. فعلشان كذي اقدر اسوي كنترول على الحلويات. اوه، واحنا الحين بشهر رمضان، شهر الخير، شهر الجيمات، وشهر الحركات، وشهر السويت والابداعات تسوونها اهلنا وخواتنا بالسويت والحركات هذه. فعلشان كذي قاعد اقول لكم يا جماعه، تحذير ثاني، ضعاف القلوب لا يشاهدون هذا الفلوج. ابي اقول لكم الحين على بعض التبس اللي انا اسويها علشان ابدا يومي بطاقه وايجابيه. اهم شيء في حياتكم صلاتكم، حاولوا ان انتم تحافظون على الصلوات الخمس عشان تعيشون طول حياتكم بايجابيه وراحه. شفتوا هذه الابتسامه؟ حاولوا كثر ما تقدرون ان تخلونها ما تفارق شفايفكم، وتخلون الابتسامه دائما على وجهكم، لان الابتسامه لها تاثير عليك انت شخصيا وعلى الناس اللي حوالينك. يعني دائما لما تكون مبتسم انت راح تاثر على نفسك وتاثر على كل الناس، حتى اللي ما تعرفه راح تاثر عليك. بعد الفطور اذا تعكر المزاج انصحكم تشربون شاي اخضر. الرياضه، مو لازم كل يوم نسوي رياضه، عادي حتى لو نسوي رياضه بالاسبوع مرتين، شوي شوي نزيدها نخليها بالاسبوع 3 مرات، شوي شوي نزيدها نخليها 4 مرات، لين ما نحاول نسويها بكل يوم. ومو شرط ان نجد نفسنا بالرياضه نسوي رياضه كذي هارد، لا، حتى لو على الاقل تسوون نفسي انا اول ما اقوم من النوم امشي. او هذه بعض التبس اللي انا اسويها علشان ابدا يومي دائما بطاقه وحيويه وايجابيه. اخوان خالد، واذا كنتوا اول مره تشوفوني معكم اخوكم خالد سعدون من قناه اي خالد تي في على اليوتيوب، واشتركوا بالقناه وما اوصيكم تحطون الحين لايك. قربنا وايد من الحدث، عشان كذي قاعد اقول لك اذا كنت ضعيف القلب لا تكمل يا اخوي، لا تكمل. عامل بخير؟ شلونكم؟ هلا بالنشامه علينا. والله اهلا بالنشامه. طبعا القلوب اليوم راح تنصدم. تحت المحل بالمشتل، هذا المعمل بالسرداب، الخلطات السحريه كلها بتصير. طبعا عالم ثاني غير اللي قاعد تشوفونه فوق بالمطعم، هني عالم ثاني. يعني كل شيء فوق بتشوفوه احنا بنكون جاهزين. ايوه، ما شاء الله. اصلا شكل حلبي من كل الاصناف اللي على البسطه بنسويها احنا. الله، تخيلوا يا جماعه ترى شباب صغير، والله شباب صغير شلون يسويها بحب. قسما بالله اني انا اجرب ما اقدر اكل كنافه الا من ايده، والحلويات كلها طاحت من عيني، لا بس اكلها من ايده ما اعرف. واليوم اليوم راح اخذ اودي عند امي بعد، اودي عند امي راح اخليها تصير. والله منذ هذه المرحله شنو اللي قاعد تصير؟ هاي اول مرحله للكنافه، تبصيم الكنافه. حلو. هلا الكنافه الخشنه طبعا هاي، ومن ضمن الكنافه الخشنه العجين الخشنه احنا بنشتغل فيها الاصناف. الاصناف جميع الاصناف. يعني عندك 25 صنف كنافه. ممتاز. اصناف الكنافه بشكل حلبي، بعض بشكل حلبي، بعض البندوريه،
اليونانية أصناف كثيرة نشتغلها. طبعاً إحنا شغال الشفات المحل مع الشيخ مصطفى ومع الشيخ عمار وأنا الشيخ مندر. أنا اختصاصي في المحل الكنافة، أصناف الكنافة كاملة. أحلى اختصاص. يعني انت صايم الحين ما تجوع وانت تسوي هالاشياء؟ انا استمتع والله سبحان الله، يعني استمتع مثل ما انا استمتع بالمونتاج والتصوير، انت تستمتع بهالامور أكيد. ما شاء الله بعدين انا بفضل الله والله بحب شغل كثير ايه. ما شاء الله بحب شغل، بحب ابدع بالشغل واحب اطلع افضل شيء، افضل شيء عندي بحب اطلع. وانا اقول الحمد لله وشكر لله ان كل ربعي نفس الشيء يحبوني يبدعون بشغلهم وشغلهم. يلا الخطوه الاولى طبعا خلصناها اللي هي دهن السمنه الصينيه حلو تمام. هسه الخطوه الثانيه اللي هي فرد العجين، تبصيم العجين معجين الخشبة. خلصنا من مرحلة التبصيم والحين مرحلة التجبين. مرحلة التجبين إن شاء الله. أيوة. طبعاً التبصيم جاهز. أنا كبست 10 دقايق. الآن بنحط عليها الجبنة إن شاء الله ونقلي. بس صراحة بقول لكم شغلة، أنا بطني قاعدي خلاص وقت. يعني سافر بس يعني ما بيسوي هذا الشيء قدام لأنه هو أقوى مني بس تمت طاقتي منه. في موضوع انا عرفته وايد مهم بخصوص الجبن اللي توكم شفتوه، لان الجبن اللي موجود بحلويات العكر ومع الشيف منذر جبن مميز جدا، راح نتكلم عنه بعد شوي بهذا البلوك. خلكم معانا، خلكم معانا راح تستمتعون اليوم. منذر هلا يا هلا، احنا جبلناها وشفت النار ونحطت. ليش لازم تلف هي بعد ما بصمت تسمى حسمنا عجين، بعد العجين حبسناه ربع ساعة 10 دقايق بعدين بنجبنها. هسه اخر مرحلة هي للقلي، القلي هسه على نارها عشان وجه الكنافة ياخذ لون والنص برضه ياخذ لون والجبن يسيح. والحين يا جماعة راح نوريكم الجبن شلون قاعد يستخدمونه، واساسا الجبن قاعد يجيبونه تحديدا من وين؟ من الاردن. من الاردن قاعد يجيبونه من جهة من الاردن، من الاردن للكويت. جبنة طبعا جبنة مشمولة سيك، ما نخلطها مع بلدية. الكنافة الصحيح فيها تاكل كنافة، تاكل جبنة مشمولة تكون مالحة. انا قبل ضقتها ترى، يعني ليش بتكلم وياكم عن موضوع الجبن؟ لان انا ضقتها مالحة ويسحبون منها الملوحة. التنك بنجيهم من الاردن، هاي بتصلنا الماكينة، هاي المرحلة الاولى تنفرم بالماكينة. هذا القطع تاعها بتحطها بالحوار بالشكل هذا، هاي على شكلها تكون جاهزة. هذه هي الجبنة بعد ما تنفرم تكون بهالطريقة. تنفرم حلو وتعبى مي اول مرة، ثاني مرة والمرة الثالثة، بعدين بتصفى وتظلها الليلة كاملة بمي باردة بثلج. نحط لها قوالب ثلج عشان تظلها باردة وحافظة حرارتها. حلو. حافظة انه ما تخرب ولا يصير عليها شيء. المرحلة اللي بعدها ثاني يوم بتصفى من حوض لحوض. صفى الطريقة هاي هيك بتظلها 24 ساعة داخل المي بمي مثلجة. مي بارد. مي باردة. بارد والله بارد. هذا ستيل، هذا الحوض ستيل مخصص للجبنة ووزارة الصحة و100% صحي 100%. الحين الجبنة هذه خلاص مو مالحة، هاي هيك جاهزة، هاي جاهزة. الملح بنسبة 100%. كل بدي ادوق. اي والله يا معود لا ضقت. اتوقع ان في لونها يختلف، يعني لما تكون مالحه شويه يكون فيها اكيد صفاء، بس لما تصير حلو تصير بيضة. بيضة 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 تصير بيضة. ما تشوفته قبل شوي. عرفتوا الحين موضوع الجبن شنو؟ الجبن يتعبون عليه الشيف منذر، يجيبه من الاردن ويتعب عليه هني في حلويات العكر علشان يقدم لكم كنافه مميزه تتميز عن كل الاماكن. يا جماعه ترى هذه والله العظيم مو دعايه، ترى صدق هذا رفيجي. الله. ما ادري انا فطرت ولا الحين صايم، بس يعني الريحه اخترقتني بصراحه. هسه المرحله الاخيره وهي الاهم، جهزة الكنافه. الجبنه ساحت زي ما انتم شايفين، ساحت شايفين صح. تبي اهم مرحله اللي هي شيلت ميه الجبنه، سحب مي عشان تضلها الجبنه حافظه حرارتها، حافظه نفسها على البسطه، ما تطلع ريحه ميه الجبنه. اذا كثرت الكنافه يكون الكنافة الهريحة، وهاي عشان تضمن انه الكنافة والجبنة محفوظة 100% عجينة الكنافة. راح يقلب الكنافة. ايوه.
انا حاليا موجود داخل البسطة العجيبة يا جماعة والله ما شاء الله لا اله الا الله زباين قاعد في صنف جديد تو نزله كنافة اللوتس ما شاء الله لا اله الا الله ما مدى اليوم نزل الناس قاعدة تطلبه الناس تحب التجربة فكرته كانت وايد حلوة انه هو يسوي صنف جديد من الكنافة الصنف عبارة عن كنافة اللوتس السلام عليكم. الله يوفقكم ان شاء الله. سلام اخواني يا حلوين يا طيبين، اذا تشوقتوا انكم تجون هذا المكان، حلويات العكر موجود بشارع تونس بالكويت دام حولي بارك. الشيف منذر راح يضبطكم قسما بالله العظيم، مو دعايه، شيف منذر رفيجي، وانا فخور ان انا عندي رفيج الشيف حلويات. هذا الشيء الجميل لازم يروح حق ناس جميله، وماكو اغلى والواحد يتفطر عند امه ويا اهله. ومن غير شر اخوي موجود في الامارات علشان مشروعه، نفس ما قلت لكم ان شاء الله الله يرجع بالسلامه يا رب ويوفقه، ادعوا له بالتوفيق، وان شاء الله باذن الله الحين راح اصعد عند الوالده اتفطر. انت بتصور طبقي؟ ايش اي اخوي تعال بس خلي جسمه. الله ما شاء الله لا اله الا الله بسم الله الرحمن الرحيم. مشموس دياي، لازم مشموس دياي، كل ما هي لازم مشموس دياي، شكله هذا راح يزيد وراح اخذه وياي حق الحبي السوري. شوف ما شاء الله لا اله الا الله، دائما كذي السفره دائما شو اسمك؟ شو اسمك؟ في شوف ذبحنا انا منو؟ شنو يدلعوني؟ خلوني يا عمري والله عمري. زين منو؟ انت قولي لي انا منو؟ ها؟ انا منو؟ أنا منو؟ منو أنا؟ منو أنا؟ منو أنا؟ شنو يدلعوني؟ ها؟ سلامات حبيبي. تدروني دايما شنو مسويت لكم اليوم؟ شبزي! يا يلا تعال تعال ها؟ تعال. أوه تمرية! يوتيوب شنو؟ سوي سبسكرايب سبسكرايب. احنا الحين بدار اخوي اللي مو مسافر السلام ان شاء الله، سامحنا يا عظيم بنحاول نشغل تلفزيون. ما تحاول لا اعرف شنو ما اعرف لا ما اعرف ما اعرف بلا اعرف من قالك ما اعرف انت يا اليوم ما راح احط لكم مخرسة راي خلاص. زين كان معكم اخوكم خالد سعد من قناه اي خالد تي في، لا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب، اشوفكم ان شاء الله بفلوقات جديده، باي باي.